بكم مجددا ببرنامج انتخابات 2018. نستكمل ونستضيف سيدتين من لائحتين ودائرتين مختلفتين، السيدة ندى زعرور، ندى الغريب زعرور، رئيسة حزب الخضر بدائرة المتن، وأيضا السيدة نعمة بدر الدين، مرشحة عن المقعد الشيعي في دائرة بيروت الثانية بلائحة صوت الناس. أهلا وسهلا فيكم. يعني اليوم الكوتا النسائية موجودة، أن أقروها أو ما أقروها، حضرتكم ترشحتوا بتمثلوا المرأة بطبيعة الحال، إضافة إلى القضايا اللي حاملينا. نعم، أنا بقول فردنا حالنا من دون كوتا طبعاً. يعني الحضور بين ظاهر، الوجود النسائي وباختصاصات متعددة حطت حالها على الساحة السياسية، ومثل ما بنشوف انه الاحزاب ما اخذت من عندها، اخذت من المجتمع يلي هو مترشح، من السيدات يلي موجودين، ما كان عندهم سيدات يعني لا ياخذون. فهيدي كمان فينا هون نوجه شكر لكل المنظمات النسائيه اللي اشتغلت على تثقيف المراه سياسيا وتحفيزها لحتى تخوض الانتخابات النيابيه. هيدي كمان بتعطيها يعني عمليه طبعا. تثقيف، وهن عطيونا فتره 9 سنين يعني قدروا اشتغلوا السيدات على حالهم، قدروا سقفوا حالهم، حطوا نبض قوي ببرامجهم، وهيدي اللي عطيتنا العدد يلي نحن كلنا شفناه ونشوف وجوه شبابيه وصغيره يعني. نعم. كمان هيدي قدي بتعطي امل للمستقبل، انه المراه فيها تخوض العمل السياسي، فيها تكون عندها قضيه عم بتناضل لها، وعندها ثقافه معينه بالحياه السياسيه، وهي ما عم بتزيح الرجل، هيدي منافسه شرعيه، هي عم بتشارك الرجل بالقرارات الوطنيه، يعني ما لازم حدا يزعل منها، المنافسه شرعيه بين المراه والمراه، بين الرجل والرجل، وبين المراه والرجل ايضا. نعم، زميلتك ايضا نعمة بدر الدين، مرشحه عرفها اللبناني طبعا بحمله بدنا نحاسب، وكنت كمان فاعله، وايضا ترشحتي من خارج لوائح السلطه. هلا استكمالا اللي كنت عم تقوله مدام ندى، هي فعلا ظاهره جديده كثير بتاريخ لبنان كله، انه نشهد 113 سيده صح. ترشحنا، وبذات الوقت اللي بقيوا تقريبا ب 87 امراه، وتشكلت اللوائح بكل لبنان يعني ب 15 دائره، قليل ما تلاقي يعني لائحه ما فيها سيده، ولكن سيدات اكثر كانوا عم يترشحوا على لوائح المجتمع المدني ولوائح مستقله اكثر من لوائح السلطه. بالضبط، وهون الفكره الاساسيه، انه كان في حراك نسوي كثير كبير بالسنوات الاخيره، وكان في وعود كبيره من احزاب السلطه انه يقروا الكوتا النسائيه، وجالوا الجمعيات النسائية على كل أحزاب السلطة، والكل وعد تقريباً ما عدا يمكن حزب صحيح. الله كان صريح وواضح ما بده يعطي. ففاجأنا وقت الإقرار الكوتا أنه ما صوتوا للموضوع، وفوجئنا أكثر أنه حتى في نساء حزبيات كفؤات ما كانوا كمان موجودات، لأنه بهيدا المجتمع وبهيدا النظام السياسي بده يكون الأولوية للرجل على اللوائح، يعني بين الإمرأة والرجل بيختاروا الحزب السياسي رجل ليمثلهم، بالرغم أنه في كتير سيدات داخل هالأحزاب قادرات فاعلات وعندهم طاقات وحضور طبعا. وقادرين يوصلوا الصوت أكثر، بس أنه هيدا للمرة الجاي، أنه كمان الأحزاب السياسية لازم ترشح نساء على العمل السياسي، إذا بدك انسجاما مع هالخطاب، لأنه ما بيسوى المرأة بس تكون زينة على اللوائح أو بس تكون زينة بهالمؤتمرات وبهالفعاليات، ولما يجي وقت الجد السياسي كمان. تماما، لما يجي وقت الجد ما بنلاقيها موجودة. ونحن أصلا شهدنا ظاهرة مختلفة من قبل بالسنوات الماضية، أنه المرأة ما بتوصل على المجلس النيابي إلا النساء المتشحات بالسواد، يعني بدها تكون أخته للرئيس، بنته للرئيس، مرته للرئيس، عم بتحضر كرمال ابنه للرئيس إذا كان استشهد أو يعني تم اغتياله. فمن هون لا، في نساء عندها قدرة لحالة ومن غير بيوتات سياسية أنها تروح على البرلمان وتقدر تشرع وتراقب وتشتغل وتثبت كفاءاتها مثل ما أثبتتها بكل الميادين. نعم، بموضوع التشريع سيدة ندى، يعني حضرتك تطرحي نفسك ممثلة للبيئة بالدرجة الأولى بلبنان، يعني نضلتي على مدى سنوات، واليوم أكثر ما يحتاج لبنان هو لحل جذري ومستدام موضوع النفايات، ولكنك تترشحين أيضا مع حزب الكتائب وليس مستقلة، وبالنتيجة حزب الكتائب كان بالسلطة. نعم، هون كتير لازم نوضح للناخب
اولا نحن كحزب خضر نحن حزب معارض للسلطة بكل يعني بما تشكل السلطة. حزب الخضر اكيد عم بيخوض الانتخابات من هيدا المنطلق. كوني امرأة ورئيسة حزب هيدا نموذج نحن عم نحتذى فيه، لأنه عم نفرجي أنه نحن اللي منآمن فيه عم نمارسه بالحياة السياسية. بعدين حزب الخضر مرشح عنده ثلاث مرشحين، في أنا على دائرة المتن، في عنا مازن نصر الدين على دائرة الشوف علي، وعنا سيدي بدائرة زحلة على المقعد الأرثوذكسي فندا جديد. فنحن خضنا الانتخابات بثلاث دوائر، بثلاث طوائف إذا بدنا نحكي طوائف، وبسيدتين. هيدي كمان بتميزنا أنه نحن كحزب عمرنا 15 سنة وعنا قضية البيئة يلي هي أولوية عنا، ولكن نحن البيئة يعني السياسة البيئية بالبلد. بالنسبة للمعارضة نحن كيف ننظر لها؟ من وقت أزمة النفايات نحن كنا من المعارضين لخطة الحكومة اللي كانت عم تطرحها، ولموقع المطمر الناعمي يلي كان خلص اكتفى يعني بالنفايات طبيعته، وكنا عم نحذر أنه نحن قادمين إلى إقفال المطمر، ولكن ما كان في حدا عم يسمعنا. بالمرحلة 2015 شفنا نحن لما استلم سامي جميل رئاسة حزب الكتائب أخذ خطوة كتير جريئة واستقال من الحكومة بثلاث وزراء. بهيدي المرحلة كمراقبين نحن سياسيين شفنا في معارضة جدية من داخل البرلمان، ونحن بالنسبة لنا لما بيقرب حدا صوب المعارضة يعني هيدي خطوة نحن ربحناها، لما بتجيبي شخص صفي يحكي لغتك. فنحن ننظر إلى حزب الكتائب من بعد ما استلم سامي جميل الرئاسي قدر عمل انتفاضة يعني بقلب الحزب على المؤسسة، على المؤسسة بعدة عناوين. وبعدين لما نحن شفنا معارضته الشرسة على ملف الموازنة هيدي نحن كمان أخذناها بعين الاعتبار، تحديدا المادة 49 اللي قدم فيها طعن، هيدي اللي قدم فيها الطعن. هيدي هلأ مؤخرا، ولكن قبل موضوع الكهرباء كمان كان هو من الـ يعني الحاجز يعني والسد. في شيء بيجمعكم، في قاسم، في كتير أمور بتجمعنا. ولما تواصلوا معنا الكتائب ونحن كنا عم نشوف الحركة الاعتراضية اللي موجودة، لقينا كتير في أمور مشتركة كحزب خضر وككتائب نحن سوا مع بعض. معناتها نحن لما دخلنا إلى الليحة نبض المتن ما دخلنا فقط للمشاركة بالانتخابات، نحن دخلنا لأنه مؤمنين بتشكيل كتلة معارضة بالمجلس النيابي. نعم. إذا الله وفق مجموعة من المعارضين إلى الدخول إلى الندوة البرلمانية يكون في كتلة معارضة أقل شيء من 10 أشخاص لحتى نقدر نكون نقدر نحاسب الحكومة، لأنه الحكومة عم تفقد المحاسبة لأنه النواب هن ذاتهم اللي موجودين بقلب السلطة. فهوني يعني التعاون وتشكيل اللائحة فيها اثنين كتائبيين وفيها ستة مستقلين، كمان هيدي تعطي تقل للمستقلين. ونحن كحزب خضر بنعتبر حالنا حزب مستقل عن أي سلطة أو عن أي فريق موجود بلبنان. حزب الخضر بضل حزب الخضر، والكتائب بضل الكتائب. صحيح. ولكن التحالف منه غلط لما بتكوني عم تحكي نفس اللغة. نعم أيضا نعمة بدر الدين مرشحة كمان تحالفتي، حضرتك بتمثلي حملة بدنا نحاسب، وتحالفتي مع المرابطون ومع حركة الشعب، يعني كمان كان في نوع من الائتلاف باللائحة. بالضبط، هي ائتلاف، لأنه أنت بتعرف أنه القانون الحالي ما بيسمح أنه أبدا نكون نحن منفردين، لازم تكوني على لائحة. نحن ائتلاف من ناشطين من حملة بدنا نحاسب، المرابطون، حركة الشعب، ومستقلين ومستقلات. هيدا التحالف مع ناس منا بالسلطة، يعني لا حركة شعب بالسلطة ولا مرابطون بالسلطة، ولا أبدا بنقبل نتحالف مع ناس موجودين كانوا بالسلطة، لأنه السلطة هي اللي وصلتنا للحالة السيئة اللي عم بعيشها البلد اليوم. نعم. بالاقتصاد، بالاجتماع، بالسياسة، بالقضاء، كل التفاصيل اليوم والأزمات اللي عم بعيشها البلد هي نتيجة سياسات تبعتها كل اللي الحكومات اللي مرقت على السلطة، يعني عم نحكي من الطائف لليوم. فكيف بدنا نتحالف مع ناس جربناهم، مع ناس منعرفهم مين هن، وأكثر من هيك فوقهم كلهم بيترشحوا على الانتخابات بدون ما حدا يحاسبهم. يعني أما آن الأوان هيدا مفهوم المحاسبة هيك ياخد فعالية، والهيئات الرقابية تتفعل، والقضاء اللبناني يتفعل، يعني
في أسوأ من اللي شهدناه امبارح بنشرات الأخبار، إنه بيتم الاتصال من أحمد الحريري بقاضي لأجل يعني إقفال ملف لرجل دين متهم بأنه ممكن يكون متواطئ مع الإرهابيين، علناً تم تصوير الفيديو. طيب أنا هون كيف بدي حاسب؟ هالمحاسبة بتجري بصناديق الاقتراع، هيدي صناديق الاقتراع هي أفعل وسيلة للمحاسبة، لأنه اليوم إذا أنا شهدت هيدي الحادثة على الهواء وشفت قاضي عم يتسيس وعم يردخ لضغوطات سياسيين وعم ياخذ ويعطي معهم، طب أنا شو اللي بيأكد لي بعد إنه في قاضي؟ هلا مع احترامنا لباقي القضاة النزيهين، بس شو بأكد لي إنه فعلا هيدا القضاء عم بيشتغل، والملفات اللي احنا حملناها طيلة السنوات الماضية من الشارع ورفعنا دعاوى قضائية وفوقهم كلهم حكينا عن اختلاسات وعن فساد وعن غيرها، طب إذا راحت على هيدا الجوارير وتخبت بالجوارير أنا كيف بدي حاسب؟ عشان هيك نحن اليوم عم نحكي لنموذج دولي جديد، نموذج في دولة فيها مؤسسات وفيها قانون ومش بس هيك فيها محاسبة. نعم، مثل الدائرة الثانية اللي فيها طبعاً تقل للرئيس الحريري وفيها أيضاً كمان للثنائي الشيعي، أيضاً المتن هي دائرة بتمثل رمزية مسيحية فيها أحزاب المسيحية طبعاً حضورهم تاريخي وشعبيتهم، ولكن هن اليوم مجموعة أشخاص عم بيتنافسوا، مجموعة أحزاب عم يتنافسوا ضمن خمسة لوائح. إلى أي مدى هذه المنافسة القوية تتيح إمكان الخرق؟ هلا التنافس حق بالانتخابات طبعا، هلا اكيد كثرة اللوائح يمكن بتفرفت الاصوات لانه في حاصل انتخابي بالموضوع. نحن بننظر المعركة بالمتن هي بين المعارضة وبين السلطة، هيدي اللائحتين القويتين يلي هن عم بيخوضوا الانتخابات بالمتن. مع احترامنا لكل اللوائح الثانية، الحاصل صعب انه يعني يقدروا يوصلوا له حسب الحسابات وحسب الاحصائيات يلي يعني عم تطلع. يعني 175,000 عدد الناخبين، 179,000 نعم، كان الحاصل 13,000 بالانتخابات 2009 صحيح؟ نعم كانوا 90,000، هلا نحن متوقعين على القانون النسبي انه يكون في اكثر رغبه بالانتخاب، معناتها نحن متوقعين انه يكون الحاصل عالي يعني ب 13,750 او ال 14,000، معناتها في لوائح للاسف ما رح تقدر تجيب الحاصل لانه ما فيها تقل، منا مكتمله، فيها يمكن شخص واحد بيقدر يشغل ولكن بيشغل لحاله، ما في عنده دعم ثاني. فنحن عم نقول معركتنا بالمتن، نحن كمعارضه كحزب كتائب خارج السلطه ضد السلطه اللي موجوده واللي مكونه من التيار العوني، معناتها في عنا لائحتين، لائحه نبض المتن ولائحه التيار العوني، وبالتعاون اكيد وبالتحالف يعني مع القومي السوري ومع الارمن التشنط. معناتها الحظوظ هون كإحصائيات عم تنعمل في مناصفة صحيح، يعني منا بعيد عن المناصفة، وهون بيرجع للصوت المتني، نحن منا نحاسب الأشخاص اللي بالسلطة، نحن اللي موجودين معهم هن خارج السلطة من 2015، نحن منا نحاسب الأشخاص اللي بالسلطة والعهد الجديد يلي استلم ويلي قدموا وعود كتير ونحن ما شفناها لحديث هلا، وما فيهم يقولوا لنا انه الامور رح تتحسن من بعد المجلس النيابي الاول، يعني روحنا سنه وثمان اشهر من حياه الشعب اللبناني منتظرين العهد انه يتحرك، يعني انا بلاقيها هيدي حجه ما قنعت اي شخص يعني بالحياه السياسيه بلبنان. نحن عم نخوض معركه فيها حاصل كتير عالي، عم نشتغل على المناصفه بقلب اللوائح، ونقدر حظوظ عندكم كتير حظوظ عندنا حظوظ، وكمان ما فينا ننكر انه المتني الناخب المتني عم بيطلعوا له اخبار انه هو سعره هالقد وبينشرب هالقد، بشك انا انه يقدر يرضخ لهال الاغراءات لانه هو عنده من كرامته ما بيقبل ينشرى، ولا لأنه اللي رح يشتريه رح يبيعه بعدين، معناتها في عنا ثقافة معينة بالمتن يلي بترفض هيدي الإشاعات اللي عم تطلع، واللي عم بيسوقها بفتكر بتشبهه لإله، ما بفتكر بتشبه الشعب اللي موجود يعني المواطن الموجود بالمتن. معناتها نحن عم نخوض معركة جدية ببرنامج بلائحة بتشبه بعضها كتير، عنا اختصاصات من كل المرشحين ونحن عم نشتغل على اللائحة.
يعني قد ما اللايحة تجيب الحاصل ما عم ننافس بعضنا بقلب اللايحة، لأنه قد ما تجيب اللايحة الحاصل العالي قد ما يقطع مع معناتها منا ملتهيين بالتنافس داخل اللايحة. الصوت التفضيلي هيدا شيء ثانوي بالنسبة لنا، لأنه اللايحة إن شاء الله بتجيب حاصل عالي ونقدر ندخل بالمناصفة أكثر من حاصل. أكثر من حاصل. نعم نعم. يعني ست ندى، يعني من خارج أبقى الترشيح كمان كنتي طرحتي رؤية بيئية لكل لبنان مش بس للمتن، ولكن اليوم في حال وصولك على المجلس النيابي شو الرؤية اللي بتنفذيها تحديدا أو بتطرحيها لمنطقة المتن؟ صحيح. هلأ نحن كمشرعين إذا دخلنا إلى الندوة البرلمانية لازم نفكر بلبنان ككل. نحن كحزب خضر بننظر للبنان كقضية واحدة، يعني المشاكل اللي عم تصيبنا بالمتن عم تصيب كل اللبنانيين. يعني إذا عم نحكي نفايات، كل الشعب اللبناني عم بيعاني من النفايات، شاطئنا كله مدمر بسبب النفايات. عندك من طرابلس المكب بالنفايات يلي كل يوم بيتهدد بالانزلاق وبال يعني انه يوقع الحائط تبعه. عندنا بصيدا، عندنا هلا كوستا برافا حديثا، وعندنا برج حمود من ايام الحرب وهلا استحدث وامتد. يعني نحن بنقول قضايا البيئيه منا مرتكزه بمنطقه واحده، نحن عم نحكي بيئه، يعني عم نحكي انسان، عم نحكي حقوقه للإنسان إنه يعيش ببيئة نظيفة، عم نحكي اقتصاد. إذا ما عندك بيئة نظيفة، ما عندك السلسلة الغذائية محمية من التلوث، ما عندك إنتاج جيد. معناتها كل الحركة كلها معلقة ببعضها. البيئة يعني إنسان، يعني الأمور الحياتية اليومية اللي مارسها الإنسان. هلأ الوعي كبر كتير بأزمة النفايات، ولكن عنا نحن تلوث الهواء يلي هو ناتج من النقل. صحيح. ونحن عم نسعى ليكون في نقل عام. هيدي منا واقفة على المتن بس، يعني عم نحكي على مستوى الوطن. لما بنحكي على البحر، تلوث البحر، يعني الشاطئ اللبناني كله ملوث، يعني الحياة السمكية كلها انضربت. في أمور نحن ما لازم بقى نتغاضى عليها، لأنه في جرائم بيئية بترتكب بحق المواطن اللبناني. صح. ونحن بنعتبرها إبادة جماعية، ونحن قدمنا شكوى بمحاكم دولية لنقدر ننقذ الشعب اللبناني من السلطة اللي حكمته. نحن لما منقول بنهر الليطاني نسبة الأمراض السرطانية بمنطقة بر الياس فقط، عم نحكي بنسب عالية جدا وهيدي موثقة. طيب هودي مين بدون يحاسبه؟ مين بده يحاسب؟ بده يحاسبوا الموجودين بالسلطة، إنه نهر طويل عريض بيروي الشعب، يعني المناطق اللبنانية كلها، المناطق الزراعية كلها، كلها عم تنروى بمياه ملوثة. يعني الخسة عم توصل لبيروت ملوثة، أي أمور البسيطة. يعني في أمور ما لازم نتسامح فيها. والشخص الملتزم، أنا هون بدي وجه له كلمة، الملتزم يلي هو بغطي حاله بالالتزام الحزبي، هو أول شخص لازم يحاسب زعيمه الحزبي. لأنه نحن منعتبر الأحزاب يلي هي منا أحزاب، هي زعمات وكوادر موجودة عم تحل محل الدولة، دوبت الدولة بشكل مميت، وصارت هي عم تعمل خدمات من حساب الشعب وبتربحه جميلة وهي عم تخدها من الدولة. معناتها الملتزم حزبيا عليه يحاسب رئيسه أنه أنت شو عملت لي. أنت لازم تحاسب طبعا رئيسك قبل ما أي فريق تاني يحاسب لك رئيسك، لأنه هو موجود بالسلطة صار له 13 سنة موجود بالسلطة بعد ما عطانا أي أمل بحياة نظيفة. معناتها نحن متوجهين للشعب اللبناني، لأنه وخصوصا الملتزم سياسيا، أنه يفتح عينيه، لأنه هو اللي عم يدفع الثمن. ما يلتفوا أنه أنا حامل بطاقة حزبية أو أنا ملتزم حزبيا. أنت لأنك ملتزم ولأنك عم تتعاطى السياسة تحاسب. عليك أنك تحاسب، لأنه بسبع أيار ممنوع النق. طبعا نقطة على السطر. طبعا يعني وضع بيروت مع أن العاصمة ليس أفضل، طبعا في كتير مشاكل، ولكن اليوم في عناوين تطرح ببيروت الثانية، عناوين سياسية كتير كبيرة، قرار بيروت، وانتبهوا ما حدا ياخد منكم قرار بيروت. كمان في عنوان آخر حماية خيار المقاومة، يعني في هالعنوانين السياسيين الكبار. وين صارت العناوين الإنمائية؟ مين عم ينتبه للعناوين الإنمائية؟ إجمالا لما الزعماء بدهم يجددوا لحالهم وبدهم يرجعوا، إذا بدك يعملوا استفتاء شعبي، عم بحكي زعماء الطائفيين، بدهم يرجعوا للخطاب المذهبي والطائفي والديني، وأيضا للتحريض السياسي اللي عم نشهده أكثر شيء إذا بدك بين المستقبل والثنائي. لكن بيروق لقلوا ناخذ هذا الخطاب التحريضي، هذا اللي أثبت الحديث هلا، لأنه في سيكولوجية وسوسيولوجية الشعب اللبناني اللي فجأة بتحس أنه في حدا بده ياكلها وهي صارت بدها تدافع عن حالها. بالوقت اللي عم نشوفهم اليوم عم يحكوا بوش بعضهم،
نعطيكي مثل، اللايحة للثنائي الشيعي ببيروت منا مكتملة، فيها 3 مقاعد سنة ناقصين، مقعد أرثوذكسي وأيضا مقعد درزي لحتى يريحوا الحريري. وبذات الوقت هن بدهم يجيبوا رئيس حكومة معتدل اسمه سعد الحريري. نعم. بالمقابل أيضا الآخرين بدهم يسموا الرئيس بري رئيس المجلس النيابي. فهيدي توزيع الأدوار بعتقد الشعب الواعي كتير صار حافظها، وأكتر منهم كلهم بالحكومة الأخيرة اللي كانت رايحة على مؤتمر باريس 4، كلهم اتفقوا مع بعضهم على العناوين الاقتصادية. فإذا بشو هن مختلفين؟ هل هن مختلفين مين بده يعمل خطة نقل أفضل من الثاني؟ هو بده يعمل قطار مثلا على كهرباء، وهداك بده يعمل المترو بالأول. هل هن مختلفين؟ ليس على الإنماء تماما. هل هن مختلفين على البنى التحتية وكيف بدهم يستثمروا فيها؟ مختلفين مين برنامجه بده ينزل نسبة الدين العام، وكيف بده ينزل إذا بده يرفع الضرائب على المصارف أو بده يخفض القيمة أو على العقارات؟ مين منهم عنده خطة سكنية لأهل بيروت اللي صاروا بالناعمة بشمون وعرمون وأبعد من هيك؟ على شو عم يتنافسوا؟ هل تنافسوا على المطمر بالكوستا برافا، أو كيف بدهم يزبطوا أكتر على مطمر الناعمة؟ هن ذاتهم اليوم اللي عم بديروا قرار العاصمة عندهم أغنى بلدية ببيروت اللي هي بلدية بيروت. شو عملت بلدية بيروت؟ عملت مواقف عامة للناس، شفناها الملعب البلدي بعد شوي بدها تحوله، بدها تعمله باركينج، وهو المساحة الخضراء اللي بعدها موجودة. حرش بيروت اللي مسكر على أهل بيروت كان مفتوح للأجانب اللي معهم باسبور، وأكثر منهم كلهم قال بيخافوا يفتحوا الحرش، بلكي صار حرب أهلية بالحرش، هيك بيجاوب المحافظ. الإيدن روك اللي هو معتدي على الأملاك العامة وعلى البحر وعلى الشط ومعمر على الموجة وعامل كل هالبنى الكبير المخالف ومغطى من المحافظ ووزير الداخلية والنقل واللي بدك إياه، مين عم بحاسبهم؟ هن متمسكين بكل قرار هيدا البلد. عشان هيك لما يسألونا شو برنامجكم بنقول لهم برنامجنا هو برنامج لكل لبنان. أنا اليوم مرشحة عن المقعد الشيعي؟ لا، أنا مرشحة عن مقعد بيخدم كل لبنان، لأنه أصلاً الدستور بيقول النائب ممثل عن الأمة جمعاء. أنا الأوان لأنه يعطونا ثقتهم، يحسوا أنه هن عم ينتخبوا ناس إذا ناموا بكون هن ضميرهم مرتاح، يشعروا أنه في بديل جدي رفع قضاياهم بالشارع بعده عم يحكي باسم هالقضايا. نعم. ما عم بيبيع ويشتري، وفوقهم كلهم مش شوي بيلعب بقلهم قرار بيروت بطل عنا وبدهم يغيروا هوية بيروت وبيروت العروبة وبيروت كذا. صحيح. مين بده يغير قرار بيروت؟ في عناوين سياسية عم تطرح. مين بده يغير قرار بيروت؟ بيروت المهملة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وبيئيا. وين السياحة ببيروت يلي صار سوليدار اسمها، صارت بيروت سوليدار اللي فاضي كل الوقت ما بتقدر تحط اجرك فيها، الفقير ما له مطرح فيها؟ شو هي بيروت؟ بيروت ناسا تركوها، لأنه إذا بدك تنزلي على الشط اللي صار كله ناطحات سحاب بتلاقيهم بالليل مطفيين، لأنه المالكين هن يا أجانب يا خليج، ولأنه اللبناني ما عنده دورة اقتصادية يقدر من خلالها يشتري ويعيش بشكل طبيعي. طبعا رح نكمل معكم بالعناوين الإنمائية والسياسية، ولكن مشاهدينا سنتوقف مع فاصل إعلاني قصير ونعود، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد، نستكمل هذا اللقاء مع المرشحتين الضيفة طبعا السيدة ندى زعرور رئيسة حزب الخضر، وأيضا السيدة نعمة بدر الدين ببيروت الثانية. أهلا وسهلا فيكم مجددا. يعني طرحتي رؤية على نهر بيروت، ما هي هذه الرؤية؟ نحن كحزب خضر دائما بنطرح مشاريع وبنعملها دراسات مكثفة. درنا استعنا ب عدة جامعات بموضوع عملية مشروع إنمائي، أخذنا نموذج نهر بيروت يلي هو ببلش من بعبدات وبيقطع بسبع بلديات ليوصل إلى المصب على شمال العاصمة بيروت. أهمية هذا المشروع أنه نشغل عليه بدراسة كتير كبيرة لنقدر يكون مشروع نموذجي يجذب الاستثمار إلى منطقة منكوبة بيئيا، لأنه نعم. نحن بنعتبر نهر بيروت صار مكب ومجرور مفتوح، والمنطقة المحيطة فيه منطقة عم بتعاني من الروائح من النفايات الصناعية ومن الصرف الصحي. معناتها لما نطرح المشروع نقينا منطقة مدمرة يعني كليا. فلما نشغل المشروع نشغل بطريقة كتير بيئية وطريقة كتير اقتصادية وتقدر تجذب الاستثمارات لها.
نهر بيروت نحن بنعرف بينبع من بعبدات ومن جبل حمانة وبيصبوا وبيلتقوا سوا ببيت مري من هونيك وبالمجرى تبعه في تعديات عليه كتير من طبعا. المصانع ومن البلديات يلي بيزتوا المصارف الصرف الصحي فيه. فنحن قلنا أول شيء بنحميه يعني بيوضع قوانين صارمة لحتى نقدر نحمي النبع من مصدره مسار النبع يعني كله من مصدره بس تحميه. ساعتها بتقدري أنت تنعشي البلديات يلي موجودين على ضفاف النهر طبعا. والبلديات يلي بتملك هن إدارات العامة يعني المؤسسات العامة من وزارة الطاقة ووزارة الداخلية لأنه في أملاك للبلديات على ضفاف النهر هي أملاك العامة ومن بعدها في أملاك خاصة للناس يلي هي تقدر تستفيد مجرد ما ينوضع مشروع متكامل وهيدا منه استملاك هيدا مشروع بمول نفسه بنفسه يعني ما عم ننقل نموذج سوليدار نحن عم ننعش منطقة حتى يصير فيها جذب استثمارات لإلها لحتى تقدر هي تحمي المجرى النهر وبنفس الوقت تقدر تستفيد من هيدا الموقع يلي رح يصير بإيان. ونحن بنعرف إنه في نهر قاطع بتلال ووادي لامارتين هيدي منطقة جغرافية معروفة بطبيعتها النادرة يعني صحيح. درنا نقدر تكون من ضمن هالمشروع لتكون هي يعني مسلط الضوء عليها بموضوع السياحة لحتى تقدر تجذب السواح لها. المشروع أهميته أولاً أنه بيمول نفسه بنفسه بيحمي النهر من التلوث بيجذب استثمارات لإله وكلها لمصلحة المواطن. هلأ مصلحة المتنة لأنه المشروع هو بقلب المتن طبعاً. لأنه بيقطع بسبع بلديات متنية ولكن بالنهاية أنت عم تعملي مشروع نموذجي بيقدر ينتقل هذا المشروع لعدة مواقع هي يعني مدمرة ممكن يتعمم كمان كتجربة أكيد. هيدا بروجي بيلوت يعني هيدا بتقدري تاخديه وتنقليه لأنه منه استملاكات. هلأ بتليه ليه بعد الحديث هلأ ما حدا جذبه هيدا المشروع. نحن هلأ عم نلاحظ بالانتخابات النيابية في بكتل تانية عم تتبنى المشروع يعني أنه هيدا المشروع أنه نحن رحنا لهالكتل السياسية بعدة مراحل لنطرح المشروع ونقول لهم هيدا المشروع خالص تبنوه لحتى يكون لمصلحة الشعب وهي قبل الانتخابات ما حدا التفت له. ليه؟ لأنه ما في استملاكات لأنه الشعب اللي عم بيستفيد ما لفت لهم الموضوع أنه هيدا مشروع بفيد الشعب. لو في استملاكات وبياخدوا بالرخص وبيبيعوا بالغالي كانوا ما في أشتر منهم يعني كانوا فاتوا فيه. نحن مشين فيه للآخر لأنه هلأ في القانون يلي هو الشراكة بين القطاع والخاص صحيح. القطاع العام والقطاع الخاص بيقدر يفتح المجال أنك تقدر تعملي الشراكة ويقدر المواطن يكون مستفيد من هيدي الشراكة. هيدا القانون بيحمي هالمشاريع هيدي ليكون فيها شراكة بين القطاعين. المشاريع اللي نحن اللي منطرحها دايما بعمر الحزب الصغير يلي صار له 15 سنة قدرنا نحن رفعنا دعوة على كل التعديات الأملاك البحرية من الشمال للجنوب وهيدي صارت بالنيابة العامة وهي ما بتموت بالزمن وهي دعوة جزائية. كل عقار معتدي على ملك العام في عليه إشارة على الصحيفة العقارية من حزب الخضر على كل الشط من الكبير للصغير تفتح الصحيفة العقارية ما بيقدر يعمل أي تسويات بهيدا الموضوع لأنه في دعوة جزائية عليه وهيدي نحن حطيناها بال2011 بالنيابة العامة وهي ماشي يعني إذا أي شخص معتدي على الملك العام بده يعمل تسويات أو إذا الدولة جربت تعطيهم ورقة تسويات وتسوي لهم وضعهم ما بتقدر حتى بالموازنة الأخيرة ما قدرت عملت تسويات لأنه في دعوة جزائية من حزب الخضر يعني بده يرفع تعديات كان عائق أمام التسويات يعني. أبدا يعني قدرنا حطينا لهم إياها بالقانون استبقتوها بالقانون. نحن موضوع الثاني يلي نحن نعتبر عملنا خطوة كتير جدية هي النيابة العامة البيئية. هيدا مشروع انشغل بال2011 بإطار قانوني كتير جدي استعنا بكتير قضاة وكتير محامين وحتى بنواب موجودين بالمجلس النيابي قدروا صاغوا القانون حتى يحكي اللغة القانونية البرلمانية وصار عندنا محامي عام بيئي هو عنده سلطة
تنفيذية بين إيديه، يعني ما رح يلتجئ للدرك، لأنه منعرف الدرك بالمناطق عندهم سلطة محلية مسيطرة عليهم، عنده سلطة وتفتيش من عنده هو بهالنظام اللي انوجد، ولو فرغوه جربوا يفرغوه من داخله للقانون قدرنا حصلنا على محامي عام بيئي متخصص عنده مستشارين، حتى دخلنا بالثقافة القانونية القضاء يكون عنده شق بيئي بالاختصاص تبعه. وهيدي يعني خرقنا بطريقة كتير علمية وكتير قانونية نقدر نجيب ناس قانونيين إلى البيئة، لأنه الجرائم البيئية ما بتغتفر باللي عم بتصير بالشعب طبعاً. اللبناني، وأنا برجع بردد هيدي اللي عم يرتكب بحقنا بغذائنا وبهوانا وبمياهنا هيدي إبادة جماعية عم يتسبب بأمراض على مساحة لبنان. عنا أكبر نسبة، هو وزير الصحة سابقا حط الأرقام السرطانية المرتفعة بظرف 6 سنين من 2000 ويعني عم نحكي من 2012 لليوم في ارتفاع 30% بنسبة الأرقام السرطانية ومن أعمار تحت 40 تحت 40 سنة بالفعل. يعني عم تصيب العمر الشبابي يلي هو اللي بينتج، يعني بدها خطة طوارئ وما بقى بتحمل يعني كله يعني مترابط ببعضه، البيئة يعني صحة يعني اقتصاد يعني انتاج. نعم ايضا ببيروت الثاني مثل ما قلتي يعني العناوين اللي عم تطرحوها ما بتنطبق بس على دايره على مساحه لبنان، ولكن ببيروت الثاني تحدثتي عن الارصفه، تحدثتي عن المساحات الخضراء وعن كثير مواضيع، شو ابرز شيء مشاريع ممكن تطرحيها لبيروت الثاني في حال وصولك؟ هلا مثل ما بنحكي دائما هي العاصمه هي وجه لبنان، وبذات الوقت اللي بتعاني منه العاصمه بيعاني منه الاطراف، وان كان طبعا يعني بقضايا مختلفه واوقات بقطاعات مختلفه. في مسألة المساحات الخضراء اللي هي الحفاظ على المساحات الخضراء اللي مثل حرش بيروت، وبذات الوقت نحن نقدر نخلق مساحات خضراء بدل ما تعبيها كلها الأبنية والبطون. عندك الشط اللي هو الرمل البيضاء الدالية الروشة، الاعتداءات على كلها على مساحة هذا الشط هي أساس لهذا الموضوع، لهذا المتنفس الوحيد اللي بيقدروا بعد أهل بيروت ينزلوا عليه مجاناً بدون ما يكلفهم على الشخص 30 و40 دولار. يعني إذا عائلة بدها تنزل ما بتقدر، بيخلص معاشها يعني حد الأدنى بيخلص بروحة على البحر عشوي، ففوقهم كليتهم مش عشوي أكتر كمان إذا مش أكتر قرد. يعني أنت بحاجة كمان ببيروت لتخلقي متنفس لهي الناس كلها، الأسواق الشعبية اللي مثلا عمل سوق أبو رخوصة وغيرها اللي الناس بتقدر تروح عليها من كل الفئات الاجتماعية، لأنه أنت اليوم لما عملتي وسط بيروت لما فرغتيه وصار بس لفئات اجتماعية محددة منعت كل هيدا الاختلاط. هلا عدا عن المعيار الأمني اللي خلي كمان وسط بيروت حتى لو المعيار الأمني، في المعيار الاقتصادي اليوم بعد ما تم يعني إذا بدك الوضع الأمني استقر تقريبا، بتلاقي محلات بعد عم تفضل اليوم بتشوفيها فتحت بعدين سكرت لأنه إيجارات كتير عالية بطريقة مخيفة. صحيح. سعر العقار كتير عالي ما بيتناسب أبدا مع السعر الحقيقي، هذا السعر الافتراضي مش لقلنا، وفوقهم كلهم اليوم نحن بدل ما نقدر فعلا نحصل الغرامات من الأملاك العامة المنهوبة بذات الوقت نقدر طبعاً. نفرض يعني ضرائب أعلى على البنوك، فوقهم كلهم نحن عم نحكي عن خفض نسبة الدين العام، يعني بدل ما تكون 8.5% عم ندفعها للبنوك ندفع 4%، كل 1% بيجيب مليار دولار، يعني أنت فعلا بتقدر تستثمري بالبنى التحتية وبتقدر بتعملي كتير مشاريع اقتصادية، بتعملي اقتصاد منه اقتصاد ريعي، اقتصاد منتج بيعتمد على الصناعة وعلى الزراعة وعلى التجارة وعلى المواسم. فوقهم كلهم هلا عم نحكي نحن عنه في مشروع الموازنة، محل ما المطبخ اللي بتجي عليه موارد الدولة وانت كيف بدك توزعيها، هونيك فيك توقفي كل مصادر السرقة والنهب والامتيازات والجمعيات الوهمية، تقدري فعلا تدعم لقطاعات تانية مثل الجامعة اللبنانية، التعليم، الصحة، يعني فوقهم كلهم انت عندك قدرة كنائب انك تراقبي اداء الحكومه، طبعا اذا ما كنت وزير فيها واذا ما كنت كتله كبيره طبعا عن الوزاره يعني بنتيجه حيكون. هلا في 3 رسائل نحن لازم نحملهم بقلبنا وبعيوننا، هو اول شيء الجيش اللبناني، دعم الجيش اللبناني مش بس شعارات، دعم الجيش اللبناني هو فعلا قرارات بدها تتخذ وشغل على الأرض. خطة خمسية ولكن ما تنفذ. ما في إرادة، أنا بالنسبة لي ما في إرادة سياسية، لأنه هيدا الجيش إذا كان جيش قوي بيقدر فعلا يدافع وممكن يعمل شغل ممنوع ينعمل هيدا الشغل، يعني التسلح منه تسلح، عم نحكي نحن عن سلاح بسيط وخفيف، نحن عم نحكي عن سلاح النوعي، عن سلاح الجو الأرض، عن سلاح اللي فعلا بخلي الجيش هو عم يقدر يصد أي عدوان. مع الجيش اللبناني بدك تحكي عن امتيازات العسكر،
يعني اليوم نحن عم نشوف العسكريين المتقاعدين عم ينزلوا على الشارع يوم بعد يوم ليطالبوا، ونحن وقعنا وثيقة الوطن. طب أما أنا الأوان أنه نحن نكرم الناس اللي تعبت كرمالنا، اللي ضحت، اللي بعدها عم تنتج. العسكري المعوق، عائلات الشهداء بدهم يقطعوا لهم من التقاعد. طب لوين نحن بعدنا رايحين؟ ما إذا أنت ما ريحت الجندي وما شعرت أنه العائلة تبعيته لما هو ممكن يتعرض للخطر لا سمح الله أو لأي مشكلة، أنه عائلته محمية، ساعتها بيعطي من قلبه وربه، ومش بصير أي طبعًا. إشكال بيرجع بحس طبعًا. حاله بده يروح عند الزعيم. تعزيز الوضع الاجتماعي بالدرجة الأولى، ولكن اليوم عم تطرح مواضيع بالمجتمع المدني شو ما كان تسمي، مواضيع بتشبه بعضها، ولكن على مستوى لبنان ما عم نشوف فيه تكاثف يخليكم تخرقوا أو تغيروا بالسلطة. يعني عم نشوف حتى المجتمع المدني عم يتنافس مع بعض، وبيروت الثانية عم يتنافس مع بعض. بيروت الثانية ما في لائحة للمجتمع المدني، في لوائح ببيروت الثانية. لكن حضرتك التاني جاي من المجتمع أنا المدني. أنا بسمي حالي حراك شعبي، تريحك من الآخر. حراك الشعبي هو الناس اللي نزلت على الشارع طالب بالقضايا، بينما المجتمع المدني الأحزاب جزء منه، النقابات جزء منه، والجمعيات. يعني اليوم الأحزاب السياسية هي مجتمع مدني، بس احنا عندنا مفاهيم مغلوطة لكلمة المجتمع المدني. مش ببيروت الثانية، لا أنا عم بحكي علم سياسي، ببيروت الثانية اللوائح، أنا بالنسبة لي في لوائح رديفة للسلطة مطعمة بناس ممكن يكونوا من المجتمع المدني. هيدي لعبة السلطة لتقدر تشرزم الأصوات، وإذا في محل في حاصل أو ممكن يكون في تكتل لعبت. ببيروت الثاني نحن موقعنا بهذا الموضوع، ببعض اللوائح الثانية، ببعض إذا بدك الدوائر بتلاقي هذا الشيء بشكل واضح، بس على الأقل بليحة صوت الناس أنت عندك شخصين من ناشطين بدنا نحاسب اللي كانوا بالشارع، هن موجودين على لائحة فيها تشكيلات مختلفة، يعني ائتلاف. في لوائح تانية فيها ناس كانت اشتغلت بالبلدية وعملت بيروت مدينتي بس ما نزلت على الشارع. أما باقي اللوائح أنا بالنسبة لي ما إلى طعم ولا ريحة المجتمع المدني كما يسمي كما يسمونه. نعم طبعاً يعني. طبعاً هذا الشيء ما بينطبق على السيدة ندى زعرور، لأنه كان عندها نضال على مدى سنوات بحزب الخضر، والكل بيعرفك وبيعرف شغلك بهذا الموضوع. ولكن اليوم إلى أي مدى الأكثرية الصامتة اللي ما كانت تنتخب بالانتخابات الماضية، كنا نشوف نسب كتير ضعيفة، أحيان 30%، أحيان 40%، ماكسيموم 50%، يعني في 50% من الشعب اللبناني على الأقل ما بينتخب، يعني عنده اعتراض على شيء معين. إلى أي مدى ممكن تكونوا عم تشكلوا له البديل؟ نعم، نحن بخوضنا الانتخابات قمنا بالواجب، هلأ دور الناخب إنه يقوم بالواجب تبعه. هيدي فرصة ما بتتفوت، يعني لازم الشعب اللبناني ينظر، عنده خيارات، صار القانون عم يسمح للخرق إنك تكوني من ضمن هيدي السلطة، يستعمل قراره ويعني يحط الورقة بصندوق الاقتراع ويحكم ضميره. هيدي فرصة لا تفوت. إذا قدرنا خرقنا بعشر نواب من المستقلين المعارضين إلى المجلس النيابي، نعمل كتلة بوعدك يعني نحن هيدي الكتلة بتقدر تحاسب وتراقب الحكومة وأدائها والصفقات يلي عم تترتب من سادر. يعني نحن ناطرين من بعد 7 أيار، يعني بده يكسير في فلش للمال، هيدي إن شاء الله ما يكونوا صرفون بالحملات الانتخابية، في فلش غريب عجيب عم بيشتغلوا وعاطينا ديون. يعني نحن عم نقول للمواطن راحوا رجعوا زادوا على ديننا، زادوا لنا ديون لحتى حدا بيدين دولة مفلسة. مع الأول حسبوها على الديون السابقة يلي هي وين صرفتها. نحن بنعرف انه في غطاء كتير كبير لهالحكومة من كل الدول ومن المجتمع الدولي لحتى تقدر ما يقطع ولا لاجئ سوري إلى الدول صحيح الأوروبية. معناتها نحن كلنا عارفين اللعبة، هالتغطية العجيبة الغريبة لحكومة مفلسة فاشلة ما قدرت تعطي شعبها أي شيء من متطلبات الحياة، عم بيشرطوها على بنى تحتية، على البنى التحتية اللي اجت ببريز دول. لكن البعض كمان، البعض بيعتبر هذا عنوان ثقة بلبنان، إنه المجتمع المدني يكون عم مجتمع الدولي. مجتمع الدولي اي بس المجتمع الدولي عم يعطيك ديون، يعني عم يزيد الدين عندك، الفايده عم نحن بس من نوفي فوائد، يعني نحن ديوننا بتتراكم هي بالفوائد الموجوده. انا بدي اقول انه نحن لازم نشتغل على البنى التحتيه، البنى التحتيه بالوجود العدد الهائل للاجئ السوري صعب كتير تنحل اذا ما كان في خطه لهيدا الموضوع بالذات، لانه الازمه السوريه حط
حطت عبء كتير كبير على الشعب اللبناني، ونحن بنعرف البطالة اللي موجودة خصوصا عند الشباب يلي هي في مضاربة بالسوق. ونحن بنعرف قدي نحن مع احترامنا للشعب السوري يلي عم بعاني من الحرب ببلده، ولكن نحن حكومتنا مسؤولة عنا، يعني على القليل تفكر فينا، تفكر بشبابنا، تفكر بولادنا، انه هيدا في مضاربة كتير كبيرة بالسوق، وختموها بالموازنة بالمادة 49 انه هو عم بيعطي الإقامة لأي أجنبي بتحت إطار انه عم بيعطي تملك وحدة سكنية بوقت وقفوا الأسكان للشباب وصعبوا له إياها. في كتير أمور نحن عم نشتغل عليها، منرجع لبيئة الشعب اللبناني الملوثي يلي نحن منعتبر النقل العام هي من أهم الأمور اللي لازم أول شيء تفكر خطة معينة للنقل العام، خطة النقل العام بقلب المدن البسيط الصغيرة وبالبين المدن والساحلية تكون في عندك النقل العام الكبير البسيط الكبير. ولكن هون منرجع لموضوع المازوت، ما لازم بقى نستعمل بسيط صغير على المازوت. نحن عم نتسمم يوميا، أطفالنا عندهم ربو، أطفالنا مع بقى عم بيقدروا يتنشأوا، يعني مثل بكل المدن المكتظة ممنوع بقى تمشي سيارات على المازوت، يعني في قوانين حرام بعد نتجاهلها، وهي اشياء صغيره بدها شخطه قلم بيحمولنا صحتنا. بعدين هن بدهم شعب منتج، نحن صرنا شعب مريض وصرنا شعب ختيار. يعني الشباب عم بتسافر واللي ما عم بتسافر مريضه، يعني في امور بدها معايير، بدها احصاءات تتنبنى عليها استراتيجيات. ونحن الارقام منا موجوده عنا بهيدا البلد، ما بيحكوا شيء بالارقام. في اموال عم تنزت بالانتخابات يعني بتقدر تنعشنا سنتين وثلاثه لقدام، من متمولين كبار عم بيشتغلوا حملة انتخابية ما بتنوصف، يعني عيب هيدا الكم من الهدر المال يلي بكرة رح ياخدوه منه. نعم سيدي ندى، يعني إذا بدك تتوجهي إلى الناخب المتني برسالة قبل الانتخابات شو بتقولي له؟ أنا بقول له أنا قمت بواجبي الوطني وترشحت إلى الانتخابات النيابية لأقوم بدوري كمواطن صالح. دورك هلأ أنك أنت تقوم بدورك كمواطن صالح وتختار بضميرك. إذا أنت عاجبك الوضع اللي موجود مأمن لك كل شيء، انتخب الشخص السلطة اللي موجودة. وإذا أنت حابب تغير، نحن البديل، نحن موجودين، نحن عم نضحي باللحم الحي، ما عنا مصاري، نحن طبقة وسطى، نحن فايتين على حياة سياسية بأبسط الأمور اللي عم نخوض المعركة السياسية تنقلك في أمل. نحن عم نوضع الأمل قدامك، ما تيأس بمجرد ما في ناس عم بتناضل لتخلي البلد واقف على إجري، الأمل موجود. نعم، وأيضا يعني بمرشحة بدنا نحاسب، شو بتقولي للمواطن على شو حاسب اليوم؟ أول شيء نحن بدنا نتوجه للفئات، نوجه للأشخاص ذوي الإعاقة بلبنان اللي بدهم عم بيطالبوا بالقانون 220 على 2000 صحيح. اليوم رح يتعذبوا عذاب الدنيا بالانتخابات، رح يحملوهم حملين ليروحوا يقترعوا كأنهم مرضى. عم نتوجه للنساء اللي عم بيطالبوا بالجنسية، المتزوجات من أجنبي هن وعيالهم وولادهم اللي عم بيعانوا كل يوم. عم نتوجه للعسكريين المتقاعدين اللي حكينا عنهم، عم نتوجه للأساتذة وسلسلة الرتب ورواتب والأساتذة المتعاقدين، عم نتوجه اليوم للناس اللي ما عندها بيت بقلب بيروت واللي بحاجة لخطة سكنية طارئة تحترمها وتحترم شريعة حقوق الإنسان بحق الإنسان بالعيش وبالسكن، عم نتوجه بالمواطن اللبناني اللي ما عم بكفيه معاشه لآخر الشهر، عم نتوجه لهم كليتهم من كل الفئات، عم نرفع صوتنا ونقول لهم ستي أيار هو محل ما فيكم تحاسبوا، وبذات الوقت ما حدا بيعرف انتو مين عم تختاروا ورا العازل انتو. نعم. مع ضميركم حطوا فعلا الناس اللي عندها خيار جدي، اللي قادرة ترفع صوتكم، اللي قادرة تمثلكم ما تمثل عليكم، اللي مش عم تشتريكم ب$100 وعم بتبيعكم بال4 سنوات، انزلوا حاسبوهم بستة أيار. ستة أيار هو وسيلة فعالة المحاسبة، لأنه بعد ستة أيار ما بقى في نق، يعني لازم يعرفوا انه هيدي المرة الخيار عندهم والخيار بإيدهم ليختاروا ناس فعلا بيكونوا على يعني قدر المسؤولية. شكرا لوجودكم معنا، نتمنى لكم حظ موفق. شكرا لكم مشاهدينا، سنتوقف مع نشرة الأخبار لنعود ونستكمل البرنامج. شكرا، بقوا معنا.